التلاميذ الأخوند اسمه الشيخ محمد رضا الإصفهاني، هذا كاتبين عنه بالتراجم، هذا بعد وفاة المرحوم الأخوند اجى إلى قم، وهناك كان يدرس خارج في قم، وأنا شفت العديد من تلاميذه، بعضهم هم الآن موجود من الشياب. هذا هو يقول ينقل، كاتبين هم بالكتاب، هم أنا سمعت من اللي سمعوا منه، يقول فد يوم في عز الصيف وشهر رمضان في النجف الأشرف بعد الظهر، أنا زرت أمير المؤمنين سلام الله عليه، رحت للحرم الشريف وهاي كنت جائع وهواي عطشان وأتصاب عرق من شدة الحر، رحت إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في كل الحرم والأروقة 10 أشخاص ما كانوا، بعد الظهر حر شديد، الناس سواء بالمدارس العلمية أو في بيوتهم مستريحين بعد راحتهم، لا مبردة أكو لا بانك أكو، البانك يعني مهفة، بس شوية من الوقت يقضوا يروحون بالسرداب، شوية برودة بالسرداب أكو، يقول 10 ما كانوا. أنا وقفت أمام ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه وقمت أتلو زيارة أمين الله، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، وكنت متفاعل مع الزيارة، يعني من أقول السلام ننتبه شنو معنى عليك المند أخاطب، أمين يعني شنو، أمين الله يعني شنو، يختلف عن أمين تاجر وأمين مرجع وأمين عالم وأمين الله العالم بالأسرار، هذا أمين الله، كنت متفاعل مع الزيارة. يقول وصلت إلى هذه الجملة، وموائد المستطعمين معدة، سفرة الطعام، سفرات الأطعمة، المتقين لأدهم تقوى موائد، اللي يطلبون من الله الطعام مستطعمين، باب استفعال بعد، أحد أو أهم أو أكثر معاني طلب، يعني يطلب طعام من الله، موائد المستطعمين معدة. كم ثانية تأخذ واحد يقرأ الجملة حتى لو متفاعل وكلمة كلمة يقرأ؟ قول 4 ثوان 5 ثوان 10 ثوان. عندما كنت أقول وموائد المستطعمين معدة، رأيت نفسي على بساط سفرة فيها أنواع الأطعمة اللذيذة والأشرب اللذيذة، وأنا مشغول بالأكل والشرب، رأيت نفسي هالشكل، وأنا أعلم أنه شهر رمضان وأنا صايم، وأعلم أن هذه السفرة مو سفرة الدنيا، سفرة آخرة، وجتني مسألة، رجال مجتهد، جتني مسألة من باللحظة اللي دا أكل أشرب، وهي أنه المفطرات أو المفطرات حتى طعام وشراب الآخرة تفطر بالدنيا، يلابس طعام وشراب الدنيا اللي يفطر، يعني هالثوان اللي قضاها في قراءة هذه الجملة في الكشف اللي صار إليه، صار فرض ربع ساعة أكثر،
إلى أن شبعت وارتويت. فد مرة الوضع تغير ورأيتني في حرم أمير المؤمنين حيث الحر الشديد، وأنا أزور أمير المؤمنين، وانتقلت إلى الجملة اللي بعدها، ورأيتني شبعان ومرتوي. هذا مو نبي، هذا مو إمام معصوم، هذا أنت، أنت هو جنابك. صير مثل أولئك، هم يحصل لك ما حصل له. ما كانوا استثناء، نعم استثناء في العزيمة كان.